الحظ. صباح الفل عليكم الكل، نهاركم زين، ويكاند الخير يا ميرا راهو على كيفة الأبراج الفلكية. هي راهي مازلت شمسنا تنور العذراء ومازلت حظوظه كبيرة على كيفة الأصعدة. راهو ميرا عنده احتفال، عنده مناسبة، حاجة جديدة الحاصلة تنزيد في حياته، وإن شاء الله نحن نقول يحقق كل أمنيته. والبداية مع الحمل، الصباح يعد بالمفاجآت، راهو فما أخبار إيجابية تخص وضعيته العاطفية، والثور راهو كيف الحمل بالضبط وضعيته العاطفية على العال، مواعيد فما سعادة دق عليه الباب، حتى هو عنده احتفال ومناسبة سعيدة. إلي جوزة يتقدم خطوة والمستقبل القريب يحكي على ترقية مهنية وممكن فما زيادة في الشهرية. والسرطان راهو باب رزق جديد، أخبار ممتازة واتصالات إيجابية. والأسبوع الداخل راهو زيادة يوعد الأسد وكيفة الأبراج النارية بالخير، راهو عندهم انفراج، عندهم تغيير، لقاء راهو تتحل قدامهم أبواب التفوق ونجاح. ونحن حاليا نحكيه مع مولود اليوم من برج العذراء، راهو نهاير إيجابي. مولود اليوم اللي نتمنيوله برشا خير وسعادة في نهار عيد ميلاده، يستنى منه زادا نحبه يستنى منا الآخر نهار الهدية. لكن الميزان رد بالك ما التصعيد وعيشك ما تاخو حتى قرار، تنجم تندم عليهم بعد ما تتسرعش وأصبر شوية. ونحن شعنا نقوله كان شوية وقت والخير. عكس العقرب عنده الفرحة، مشاريع جديدة ونتيجة مبدئية راهي مرضية، عنده زادة برشا جديد هو حاليا يطمح للتغيير والحماسة، عنوان نهاير اليوم. القوس ليامات هذه تحكي عن نجاحات وعمليات مالية، ممكن عنده سفرة ولا ممكن فما استثمار جديد يكون خارج حدود الوطن. والأحداث الجديدة باش تكون من نصيب برج الجدي، ممكن تتعرف على صديق جديد وهالشخص هذا باش يعاونك برشا مهنيا. والمستقبل القريب يوعدك بأحداث مهنية، والفيل الزين باش يكون من نصيبكم. الدلو عنده منصب جديد، راك قادر على المهمات الصعبة، وإن شاء الله يربي الحظ حليفك. ونختموا مع الحوت، فترة واعدة بالاتصالات والأخبار الجديدة اللي نحنا نقولوا إنها أخبار حصرية. دقيقة حظ.